الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن بصرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. وعن طلق بن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، قال: وهل هو إلا بضعة منه؟ رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وروى ابن ماجة نحوه. وقال محي السنة: هذا منسوخ، لأن أبا هريرة أسلم بعد قدوم طلق، ولكن هذا قول ليس بصحيح، وسيأتي شرح هذا الحديث. قد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيدي إلى ذكري ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. رواه الشافعي والدارقطني. ورواه النسائي عن بصرة، إلا أنه لم يذكر ليس بينه وبينها شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة وإسناد إبراهيم التيمي عنها. وقال أبو داود: هذا مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وهذا القول ليس معترفا به، والحديث رغم كلام كثير فيه وأنه منقطع صححه أبو داود. وقال ابن عبد البر: صحح هذا الحديث الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له، وورد بسند متصل أيضا، فقد ثبت عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة متصلا كذلك، فالحديث صحيح ببعض الأسانيد وليس بصحيح بالأسانيد الأخرى، ولكن الأحاديث المنقطعة إذا ثبت الاتصال في بعض الأسانيد فتكون هي حسنة أيضا، بمعنى أنه ينظر إليها لأجل الحديث الصحيح، فتصحح تلك الأحاديث الضعيفة بسبب الانقطاع مثلا بمثل هذه الأسباب، الحديث تتقوى، فالحديث يتقوى فيكون حسنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشفيا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد. حديث بسرى الذي ورد في وجوب الوضوء من مس الذكر، في انتقاض الوضوء بمس الذكر، يعارضه حديث طلق بن علي الذي يفيد أن مس الذكر هو بضعة من جسم الإنسان لا ينقض الوضوء، وهو المعقول، وهو الأمر الثابت عن كثير من الصحابة، وهو الأمر الذي ينبغي أن ينظر فيه إلى رواية الرجال بدلا من رواية النساء، وينبغي أن يرجح حديث الرجل في هذا الموضوع على حديث المرأة. ثم هو مذهب أكثر الصحابة أنه لا يجب الوضوء، وقد كثر فيه القيل والقال والاعتراضات والردود، ويمكن أن يكون في المرحلة الأولى حكم الوضوء في حالة مس الذكر ثم نسخ، يعني كما قلنا في الوضوء مما مست النار، على أن الراجح أن المراد بالوضوء هنالك غسل الفم واليد فحسب. وينبغي في هذه المسائل أن ينظر إلى مذاهب الصحابة والتابعين، لأن الحديث المرفوع إذا روي مثلا حديثا أحاديا من أي واحد من الصحابة لا ينبغي أن يحكم على مذاهب الصحابة والتابعين، بل ينبغي أن يؤخذ الحكم من مجموع الأحاديث وينظر كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة وماذا روي عنهم في هذا الباب،
فعندئذ ينبغي أن يرجع هذا الحديث إلى هذه الروايات المرفوعة والموقوفة، فيرجح حديث طلق بن علي المرفوع بالأحاديث الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وينبغي كذلك أن يؤخذ بما فيه التخفيف والتيسير. وقد حمل الإمام الطحاوي الوضوء هنا على معنى الوضوء اللغوي، مثل الوضوء مما مست النار، يعني غسل اليد مثلا، وهو غسل اليد استحبابا ليس وجوبا، وبذلك يجمع بين الأحاديث. وقد ذهب إلى ذلك فقهاء الصحابة في الوضوء مما مست النار، وأن المراد غسل اليد والفم وليس على سبيل الوجوب، بل ذلك على سبيل الاستحباب. حتى إذا كان المراد به الوضوء الشرعي فليحمل على الاستحباب لا على الوجوب. وقد تقدم البحث في حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث أم سلمة رضي الله عنها، فلا نحتاج إلى إعادة هذا البحث، وهو الوضوء مما مست النار، فصلت هذا الموضوع هنالك. وقد جاء عن علي، يعني عن الصحابة الكبار، ورد فيما يتعلق بمس الذكر وأنه لا يوجب الوضوء، وأنه ليس فهما صحيحا، وأنما ورد في هذا الباب إما يكون منسوخا أو يحمل على معنى آخر. فقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أبالي ذكري مسست في الصلاة أو أذني أو أنفي. وعن كثير من الصحابة نحو كأبي الدرداء وحذيفة وعمار رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم رووا في هذا المعنى، وقد ذكر هذه الأحاديث الإمام الطحاوي وغيره من المحدثين. وعن سعد رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن مس الذكر قال: إن كان الشيء منك نجسا فاقطعه، يعني إذا كان هذا المس فقد يوجب الوضوء، فإذا معنى ذلك أنه نجس، فإذا اقطع هذا العضو من الجسم. وعن الحسن البصري أنه كان يكره مس الفرد، فإن فعل لم ير عليه وضوءا. وقد تذاكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حول حديث بصرة وطلق بن علي، ثم اتفقا على عدم الاحتجاج بهما. نقل ذلك الطيبي، وراجع سنن الطحاوي فقد أطال في تضعيف حديث بصرة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو الأمر الراجح أن حديث بصرة وحديث أبي هريرة ليس صحيحين، وإذا كان صحيحين فمحمولان على الوضوء بالمعنى اللغوي. أما مسألة نقض الوضوء بمس المرأة فكذلك هذا ليس أمرا صحيحا، وتخالف الأحاديث الصحيحة هذا الموضوع. ولكن ذهب من الفقهاء من ذهب إلى أن هذا يوجب الوضوء، والأمر مستغرب وعجيب وغير معقول، فهو مثار اعتراضات كثيرة وجيهة، والراجح فيه عدم النقض. قد جاء عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ، وكذلك يؤيد هذا ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فهذا كذلك صريح في هذا الموضوع، ولا يناسب في هذين الحديثين التأويلات الباردة لإثبات أن المس ينقض الوضوء. يعني ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله فحاول جهده في أن يثبت أن هذا قد يمكن أن يكون بستار أو بكذا، ولكن لا نحتاج إلى هذه التأويلات، وينبغي أن نأخذ بهذه الأحاديث الصحيحة ولا نأخذ بالحديث أو ببعض الروايات عن الصحابة التي جاءت تفيد أن مس المرأة يوجب الوضوء. ليس ذلك شيئا
يناسب الأحاديث الواردة وكذلك الآيات القرآنية، فجعلوا هذه الأشياء موجبة للوضوء كأننا نساوي بالأنجاس والأرجاس، نساوي المرأة مثلا أو عضو الإنسان، نجعل ذلك هكذا. ولذلك قول سعد ابن أبي وقاص قال: إن كان شيء منك نجسا فاقطعه، يعني معنى ذلك أن المس إذا كان للنجس فعند ذلك ينبغي أن يقال بالوضوء. والوضوء هنالك أيضا إذا كان الشيء نجسا ومسه الإنسان فهو يحتاج إلى غسل اليد فقط، إلى غسل المكان الأصبع مثلا إذا تأثرت، وعند ذلك تغسل الأصبع فحسب أو اليد أو أي مكان أصابته نجاسة يغسل ذلك المكان، ولكن لا يجب الوضوء بمس النجاسة أيضا. فعلى كل حال هكذا ينبغي الترجيح عدم نقض الوضوء وعدم الإيجاب للوضوء بهذه الأسباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله.